السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام وبركاته أحمد باشا على. السلام عليكم. بجيب الكتاب وأجي أستاذ. طيب تفضل حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. هلا زياد، مش عارف بقالي كم حصة كده يا زياد مش سامع صوتك ولا حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هلا عبد الله. السلام عليكم استاذ. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييكم يا شباب، يا مرحبا. احتفاليه حقت اليوم الوطني استاذ؟ طبعا اليوم بقى ايه استاذ، احتفاليات ما نقدر نوصل، نحب الاحتفال حنا سيلبريت استاذ. الاربعاء مو اليوم صح؟ سيلبريشن ما هم. طيب انتوا، طب حد يقول لي كده. السلام عليكم. عليكم السلام. عادي نحتفل من اليوم يا استاذ. احد يقول ايش المجد والعلياء؟ حلو حلو عبد الله، يوبا حلو والله. السلام عليكم. شغل بشغل يسلم. مشاركة حلوة من عبد الله التوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو يا عبد الله. طب مين اللي عنده مشاركة كده يقول لنا؟ عليكم السلام. أيوة نايل. هلا استاذ. هلا حبيبي والله. عندك مشاركة كده ولا حاجة بالاحتفالية بتاع اليوم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا انمار. كيف حالك استاذ؟ الله يحييك انمار، يا مرحبا. كل عام وانتم بخير جميعا. خير. والدنيا كلها بخير والله. بتوحيد المملكه. طب مين يقول لي بقى مين اللي وحد المملكه؟ الملك عبد العزيز. تمام. عبد العزيز. الو عبد العزيز. عشان عبد العزيز. طب كانت سنه كام يا شباب؟ 1932 1951 31 ما شاء الله. لا هي تقريبا 1932. ايوه 32. اه انت 23 سبتمبر. اه 500. طيب وزاره التربيه والتعليم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش استاذ كنت اصلي يا استاذ. ولا يهمك يا حبيبي، بس دعواتك بالله عليك لا تنسانا من دعواتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. طب مين يقول لي وزاره التربيه والتعليم كان اسمها ايه الاول قبل التربيه والتعليم؟ وزاره لا ما بفتي. كان هذا شيء احمد عبد. كان اسمه وزاره التربيه. وزاره المعارف يا استاذ. يا سلام عليك احمد فيصل. جوجل. عبد العزيز يا استاذ. عبد العزيز. عبد العزيز السعيدي. ايوه مين احمد جوجل. الله هذا هو مسوي بحث قبل يخش الفصول الذكيه ويجاوب على اسئلتكم. وزاره المعارف يا اخوان ربك. واضح جوجل يا عبد العزيز. ها لا هو لحق يدخل جوجل. اقسم بالله ما لحقت يا اخي معلومات سابقه. ايوه لا لا تعرفون انتم من زمان يا اخي خبير. يلا عبد العزيز. معروف عبد العزيز. طب يلا يا ريس قول لهم بقى عشان نسكتهم، مين اول وزير للمعارف؟ الملك فهد. الله اكبر. لا لا ما تقولوليش بقى جوجل ومش جوجل بقى. شفته. لا لا يا استاذ بس هذا جوجل مخ. لا شاطر جوجل طلع كل شيء استاذ. ايوه كده ما شاء الله كده. لا احسنت عبد العزيز والله احسنت. انا عندي مشاركه استاذ. تفضل يا باشا. السلام عليكم. اسال مشاركه للشاشه عشان اعرض صوره لليوم الوطني. قول يا باشا. تصميمي والله. ايوه سوي شير سكرين. طيب اعمل لك شير سكرين. استاذ انا قصدي انك تسمح لي يعني اني اشارك الشاشه حقتي. اتفضل يا باشا. ما اقدر. اخذت شيء استاذ ولا باقي؟ نعم يا ريس. اقول اخذت شيء استاذ ولا باقي؟ اخذنا في الاحتفال. احتفل. لا احنا اخذت شيء عن الدروس ولا لا؟ لان دوبني دخلت. لا لا حبيبي لا لا نتكلم عن اليوم الوطني يا استاذ. ايه فعاليات يوم وطني يا عمر؟ ادخل يوتيوب وشغل السلام الملكي. ايش عرفك الموت. شغل 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 انت بس. انا شغل عبد العزيز ما اعرف كيف. طب ما حد يعرف كيف اسوي. انا ما حد مننا يعرف يسوي شير سكرين. طيب اسوي انا ما سامع لاحد. طيب وليه كل تم تسمعه انت تم تقوله انت وخلاص يا عبد العزيز؟ لا لا مو كلام النشيد اللي هو دق السف استقبالات الملكيه يسموها. انا السلام الموت سكرين عمر الموت. قصدك يعني زي العرضه كده عرضه النشديه كده والكلام ده؟ لا
انت مسكت استاذ في اليوتيوب السلام ملك وانا اقول لك اختاروا ايش شغله. طبعا ينفع اسوي انا انا اعرف اسوي عبد العزيز فك الكاميرا وقول النشيد الوطني والله صح. يلا عبد العزيز يا استاذ يا استاذ انت تسمح لنا نسوي شير سكرين عشان انا اسوي وافتح ال يا طب انا اسمح لك ازاي من عندي من اعدادات زوم من الاعدادات زوم ما هو انت ممكن تقريبا تكتب من عندك كده ولا انت شايف في اليوتيوب الحين ولا وين؟ لا افتح لك اليوتيوب. اي في اليوتيوب تلقاه كده فخم يا استاذ والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام الله يحييك. ممكن ارسل الصوره في الشات واي احد يقدر يشوفها؟ لا ممكن. السلام يا ملك السعودي. اخو حط النشيد الوطني وخلاص. لا لا النشيد الوطني حق احتاج اسمي مو حلو. حط السلام بس اسمع السلام حط السلام عليك. سلام الملك السعودي. استني في الفيديو عشان اوريك اي واحد. ايوه في اكثر من واحد. ثاني واحد عصوة ملك. ارفع الصوت. وين طر عبد العزيز؟ اي والله شيء. صوت يا الصوت عالي. ما في صوت. خفيف مرة. كيف نشغل يا حيوان؟ والله ترى حلو. خلاص احنا نشوفه في اليوتيوب. عمي شغلناه الحصص الماضية خلاص. لا ما حد شغل. ما حد بنسمع الحين. نبي نسمع اسكت. طب انا ما سمعت انا بس. حاولتي مشاركة في هيستا عشان بس ام الجو. اي والله. السلام عليكم. يلا يا باشا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدر تسوي صوت شيء عشان نسمع. معليش استاذ على التأخير. لا يا حبيبي ولا يهمك. ولا يهمك يا حبيبي. ولا يهمك. ولا يهمك يا باشا. والاستاذ في استاذ اليوم شغل عادي نشيد كيف ما ادري. طب ما احنا شغلناه جبناه من على اليوتيوب ويشتغل عادي. والله تيمز يا استاذ مو في زوم. ممكن يكون موجود في تيمز اصلا. بكره نشغل تيمز ان شاء الله مفيش مشكله ان شاء الله. لا خلينا على زوم يا استاذ زوم احسن. والله يا عيال زوم احسن يا عيال زوم. ايش الفرق طيب؟ اوضح. طب نجرب مره كده يا نايل كده نجرب مره تيمز كده ان شاء الله. ان شاء الله لو كده نرجع تاني لزوم عادي مفيش مشكله. طيب عشان ناخد جزء كده ان شاء الله ما نضيعش الحصه يعني انتوا عارفين دايما ناخد حاجات بسيطه وما بقولكش الا الاساسيات اللي تهمك يعني. وبكره ان شاء الله واحد ولا اتنين يجيبوا لنا بقى معلومات عن اليوم الوطني برضو ناخد لنا خمس دقائق 10 دقائق كده ونكمل ان شاء الله حصه كامله. ولا يهمك يهمك اللي انت عايزه بعمله لك والله يا جميل مفيش اي مشكله. جميل برضو ما انا شايف جميل اللي كان بيتكلم. لا عبد العزيز السعيد عشان بيطلع عندي مربع كده عليه فبعرف ان هو عاد يوم الثلاث استاذ الحصه كلها احتفاليه. ابشر يا باشا. بس نخلص الجزء اللي علينا الاول عشان بس ايه لو جالك اختبار من بره يبقى احنا يبقى انا مطمئن لان هم بيقولوا والله احتمال الاسبوع اللي جاي يبقى فيه اختبار تجريبي يجربونا عن بعد. اذا في فايده يعني انه درسنا عن بعد. شوف كذابين يقولون 97% مستفيدين. ايوه والله طبعا ما حد يحل صح. مستحيل يبقى زي الحضوري يا شباب. الحضوري اصلا هي اسمها تربيه وتعليم. التربيه غير اسمها صارت وزاره التعليم بس انا متابعك يا ولد. التربيه خلاص ما عرفت بقى فيه لان ما فيش مدرسه يبقى تعليم بس. طيب يا شباب طبعا خدت كلمه مخلوط قبل كده
مين يقول لي هو المخلوط؟ مخلوط مزيج بين شيئين ووقف شيئين. لا واحد واحد لو سمحت. مزيج بين شيئين دون اختلاطهما كيميائيا. أيوة مزيج من مادتين. ممكن تقول نقيتين أو ما قلتلهاش مش مشكلة. نقيتين قلت ما قلتش مش مشكلة. يبقى مزيج من مادتين أو أكثر تحتفظ كل مادة بخواصها الطبيعية أو الأصلية يعني. طيب هل يا ترى أي مادتين أخلطهم يديني نفس الشيء ولا عندي أنواع؟ مخلوط متجانس وغير متجانس. ما شاء الله. خلي بالك بقى عشان تكون ذكي. متجانس كلمة واحدة. يبقى اللي تشوفه بعينيك شيء واحد. غير متجانس كلمتين. غير متجانس كلمتين. يبقى اللي تشوفه بعينيك شيئين أو أكتر. طب إيه السبب؟ إيه السبب إن في الغير متجانس بشوف حاجتين أو أكتر؟ وفي المتجانس أنا دخلت خواص. أنا ما نخلط خواص. ما نخلط الخواص. زي الخسالة يا أستاذ. أيوة. ضمتم الحال الخيار الحال وهذا الحال. بس لأن هنا لا يحدث امتزاج تام. بخصائص. ما بيحصلش امتزاج ما بيمتزجوش مع بعض. عشان كده المخلوط المتجانس يبقى غير متجانس. المخلوط المتجانس تقول لي بقى الكلمة دي تقول لي يحدث امتزاج تام. يعني لما تدوب سكر في مية امتزجوا تماما مع بعض. ما تشوف بس سميها متجانس. ما تشوف غير المية بس. طب ما اعتبر محلول هذا؟ ماشي ده محلول برافو عليك. مين اللي قال محلول؟ عبد العزيز. المحلول هو مخلوط سائل. لا مش عملية سائل. لا مخلوط متجانس امتزجت مع بعض زي الموية والملح والسكر بدليل ان انت تشوف ايه شيء واحد. وقدام شوية هنعرف ان اي محلول عبارة عن مذيب ومذاب. المذيب اللي هو الموية مثلا الماء مذيب اساسا. المذيب اللي هو دايما المذاب والملح دايما المذيب يكون موجود بكميه كبيره زي الموية الموي والملح مثلا. اللي موجود الموي المذيب والمذاب والملح. ايوه اللي موجود دايما بكميه قليله هو المذاب. خلي بالك بقى طالما اتكلمنا عن المحلول وبناء على كلمه المحلول نوعه ايه احددها من كميه المذيب. يعني لو المحلول غاز معناها المذيب غاز. لو المحلول صلب معناها المذيب صلب. لو المحلول سائل معناها المذيب سائل. المذيب سائل. ايوه ليه؟ لان هي الكميه الكبيره اللي بتحدد. الكميه الكبيره اللي حددته بناء عليها تبقى حاله المحلول. بس الاول هنرجع تاني قلنا عندنا باختصار المخلوط مزيج من مادتين او اكتر تحتفظ كل ماده بخواصها الاصليه. عندي غير متجانس يعني لا يحدث امتزاج تام. يبقى لما اجي اقول لك كده اختار او بين قوسين مخلوط لا يحدث امتزاج تام لمكونات غير متجانس. مخلوط يحدث امتزاج تام لمكونات متجانس. المتجانس والمتجانس قلنا بنسميه محلول. برافو عليك ما شاء الله عليكم مستواكم حلو والله. طب مين يقول لي عصير البرتقال اللي بيبين اللب بتاع البرتقال ده ايش العصير؟ لما تيجي تعمل عصير برتقال تلاقي فيه لب البرتقال كده غير متجانس. طب عليك غير متجانس. جينا اختلط اللب مع السائل عشان كده مادتين صار. ايوه برافو عليك شفت حاجتين. طب في حاجه بقى انت ممكن ما تشوفش بس اكيد فاهم. لو قلت لك الدم ليه الدم متجانس متجانس ولا غير متجانس؟ غير متجانس. غير متجانس. غير متجانس. في جانس. في صفائح دمويه في اشياء كثيره. ايوه اكسجين. طيب يا احمد علاء معك استاذ. انت قلت غير متجانس صح؟ لا استاذ انا قلت متجانس استاذ. نايل قال غير متجانس. انا قلت غير متجانس. طيب خلينا نعيد اللحظه. طيب انت بعد ما قلت كلمه متجانس يا احمد قلت لان في ايه وايه
في صفائح دمويه. ايوه كرات اكسجين سكر. طب لو تركت كربون. لو تركت الدم دقيقتين بس كده على جنب يتخثر. ايوه يعني شفت حاجتين ولا لا؟ ايوه شفت. ايوه يعني انا غير متجانس. غير متجانس يبقى غير متجانس. ترى هذا مني يا نايل. ايوه برافو. ايش اللي ماخذ منك نايل؟ هلا نايل. انا قلت لك لا ترد على حد بالله عليك. انا اللي ارد. كيف السبب اللي عايز يقول شيء يقول. كيف في البدايه يكون ماده واحده في النهايه تصير ماده؟ وضح استاذ اكثر. وضح استاذ دقيقتين. ان شاء الله في سنه ثالثه هتعرف ان الغير متجانس نوعين. نوع يتفصل بالترويق يعني تسيبه يروق شويه لما تكون عندك شويه تراب في ميه يصير طين اللي هو الوحل. ايوه لو سبته شويه تلاقي الطين ينزل تحت والميه تطلع فوق لحالها. يبقى اتفصل بس اتفصل بالترويق. ده غير متجانس بس حجم الجسيمات بتاعته كبيره شويه فتترسب تترسب بسرعة. لكن في حاجة تانية اللي احنا بنتكلم فيها بقى زي الدم والضباب والحاجات دي كلها بنسميها يعني اقول لك اسمها مش مشكلة. اسمها غروي. مخلوط غروي يعني جسيماته تفضل عايمة في النص كده متعلقة زي الدم. لكن لو تركته بقى مع الوقت يترسب وينفصل. يعني غير متجانس بس بيبقى ايه مخفف شويه. لكن انت بالنسبه لك هنا بس تقول لي بس غير متجانس وخلاص مالكش دعوه بالاسمين التانيين. طيب لو انا سالتك البيتزا سهله قوي دي. ايوه غير متجانس. غير متجانس. غير متجانس. غير متجانس. حاجات كتير قوي قدامك شايف حاجات كتير. طيب يمكن احنا اتكلمنا عن كلمه سبيكه قبل كده. ايوه ايوه متجانس. ذهب وفضه متجانس لانها خليط من الفلزات او فلزات ولا فلزات لكن ما بتشوفش الا شيء واحد فبنسميها مخاليط متجانسه. متجانسه زي ايه؟ في حاجه سبحان الله رغم انها صلبه يعني صلب في صلب. لما اقول لك صلب في صلب يبقى بتكلم عن مذيب ومذاب. زي الفولاذ. زي الفولاذ يا شباب. مين يقول لي الفولاذ ده هو ايه؟ الفولاذ خليط ثلاثيه الحديد. الحديد والزنك. لا 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 ثلاثيه الحديد لا. لا الفولاذ ده يعتبر سبيكه لان خواصه 100% عن الحديد العادي الطبيعي. لا يصدق ولا ولا وحاجات كتير قوي. طب عملوا فيه ايه؟ معالجه. ضافوا ليه كربون يعني فلز ولا فلز وخلطوهم مع بعض سموها سبيكة الفولاذ. ومع ذلك لو انت شفت عينك ما تشوف الا شيء واحد متجانس غير متجانس. او المتجانس بقى وانت بتشوف حاجة تانية ولا شيء واحد؟ شيء واحد. هقول متجانس تمام. وقلنا المتجانس اقول عليه محلول بس شوف سبحان الله ده محلول صلب في صلب صلب في صلب. طيب في حاجه صلب في صلب تانيه اسطوانه الغواص صلب في صلب. وانا عندي جدول اشوفه لك اهو موجود في غاز وغاز غاز سائل سائل وغاز. ايوه برافو عليك. عايزين نعمل طب غاز في غاز يا شباب. مين يقول لي زي ايه؟ نيتروجين اكسجين ارجان. الارجان. انت بتقرا من الكتاب ولا؟ لا طبعا كتاب مستحيل اعرفه. لا احنا عارفين ان الهواء يبقى هو ده المخلوط بتاعه. ايه الهواء؟ الهواء انا ما بشوف الا شيء واحد تمام. يبقى هقول مخلوط متجانس. الهواء هقول مخلوط متجانس تمام. طيب طالما قلت مخلوط متجانس يعني ممكن اقول كلمه محلول صح يا شباب؟ وطالما قلت محلول يبقى عندي ايه؟
غاز في غاز. زي مين؟ اللي موجود بكمية كبيرة هو النيتروجين، أربع أخماس حجم الهواء، واللي موجود بكمية قليلة هو الأكسجين. يبقى مين المذيب ومين المذاب؟ الغاز. الغاز لا، ما هو كله غاز، الهواء كله غاز. المذيب نيتروجين، برافو. المذاب أكسجين، نيتروجين والمذاب أكسجين. أيوة برافو عليك، برافو عليك. يبقى أما أقول لك الهواء تقول لي إما تقول لي كلمة محلول أو مخلوط متجانس. طب ليه؟ لأن عندي مذيب ومذاب ومع ذلك ما شفتش إلا شيء واحد. المذيب هو النيتروجين لأن ده أكبر كمية، والمذاب هو الأكسجين أو أي غاز آخر. طيب لو أنا قلت لك غاز في سائل، يعني السائل هو الكتير والغاز هو القليل، يبقى زي مين؟ زي الأكسجين اللي في ماء البحر. طب لو قلت لك سائل في غاز، سائل هو رطب، الهواء اللي فيه بخار الماء. بخار الماء، بخار الماء هو ده المذاب، والهواء كله ده المذيب. السائل بخار الماء سائل؟ طبعا، ما هو بخار هو بتبخر لكن بعد كده يتجمع قطرات كده، يعني هو كان الأول سائل اتحول إلى بخار. البخار ده راح فين؟ بدل رجع سائل، طلع في الهواء. لما طلع في الهواء هيوقف، تكثف. أيوة تكثف، هيوقف، فيعمل زي الضباب كده. هو الضباب عبارة عن إيه؟ يصير غيون، تكثف، تكثف الهواء. أي الضباب بخار ما هو موجود في الهواء. أيوة زي الندى، برافو عليك. طيب لو أنا قلت لك سائل في سائل، دي سهل قوي، سائل في سائل. انت لو حطيت الخل اللي في البيت عندك اللي بتحطه على السلطه وحطيت عليه شويه ميه، هل بتشوف شيء تاني؟ لا واحد. يبقى ده سائل في سائل. طيب ماء المطر لما ينزل في ماء البحر بتشوف كل نوع لوحده؟ لا، كله بيمتزج كله مع بعضه. طب صلب في سائل زي السكر في الماء او الملح في الماء، صلب في سائل برضو ده محلول. صلب في صلب قلنا اسطوانة الغوص، الغوص أو الفولاذ، أو الفولاذ. وعندي حاجة تانية اسمها مملغم الزئبق. اسمه؟ انت عارف مملغم الزئبق؟ أيوة. بلغم؟ أما واحد مملغم، مملغم، أما واحد روح أكيد بلغم، مملغم. أها بلغم، كان فيه صورة إيش؟ مبلغم ولا مملغم؟ أهو أهو شايف مملغم دي؟ مو يولد هذا بلغم. لا يا يعني مش بلغم، استغفر الله. والله من انت قلتش. لا مملغم، طريف طريف، مملغم اللي هي الحشوة بتاع الأسنان. تمام، دي عبارة عن ايه؟ فضة وزئبق، وما تقدرش تميز حاجة عن التانية، كلها حاجة واحدة. فضة موجودة في زئبق متجانس. ايوه يعني صلب في سائل مملغم. لا ده اسهل، نقول الفولاذ اسهل. الفولاذ ماشي. الزئبق السائل، السائل صح، السائل زئبق سائل. والنحاس ما ادري، الفضه فضه صلب. فضه. طيب الفولاذ يتكون من ايش؟ دي الحشوه اللي هي بتقولنا الفولاذ عباره عن حديد وكربون، حديد وكربون. بس عندي سؤال برا الدرس. برا الدرس، طب اتفضل. ايش يكون السراب؟ لا ده السراب، السراب ده انكسار للضوء، انكسار للضوء. انت عارف الضوء، ما اعرفش انت خدتها ولا لا، لما ينتقل من وسط لوسط يحصل له انكسار. زي ايه مثلا؟ لما تكون واقف في بركة ماء أو في مكان فيه ماء وتبص لرجليك في اللي في المية، بتلاقي رجليك قريبة مش نفس الطول بتاعها أبدا، تلاقيها قصيرة وقريبة لسطح المية. ده بيسموه انكسار للضوء. فلما يكون الجو حر جدا ويكون مثلا سطح زي الأسفلت أو كده يعكس الضوء ويعمل له انكسار. أدي معنى السراب، إنك يتهيأ لك إن أنت شايف مية
بس هو مش مية ولا حاجة، ده انكسار للضوء بس مع الأشعة يعني. تمام يا باشا؟ شكرا. العفو. شكرا. طيب طب ناخد حاجة بسيطة كده. احنا قلنا المخلوط مادتين او اكتر، طب ازاي نفصل المخلوط ده؟ لو انت في اشياء مش كله، حسب نوع المخلوط اللي عندك. ايوه افرض ان انت عندك بالتقطير التبلور. ايوه افرض ان انت عندك حديد ورمل. ترشيح؟ لا، والرمل هينزل ولا الحديد هينزل في الترشيح؟ يعني حديد او برادة تسامي؟ لا، برادة حديد اللي انت عارفها كده، برادة حديد ورمل. تبلور لسه؟ لا ولا التبلور. ها ده حاجة سهلة. مغناطيس. ايوه برافو عليك. مغناطيس. مين اللي قال مغناطيس؟ انا عبد الله. والنعم يا عبد الله. مغناطيس هينجذب له الحديد بس ويسيب الرمل، يبقى انا فصلته. طب لو عندي رمل في ماء اللي هو هذا قلت انت ورا تقطير؟ لا، اما التفكير اما التفكير برافو عليك، او الترشيح اللي ترشيح. قدامك دي نصفة الترشيح، هي مش مصباه بقى، الورقة اللي عندك دي بنسميها ورقة ترشيح، هتمنع المادة الصلبة وتسمح للماء بالنزول ايا كان لونه بقى، لو هو ماء نقي ولا ملون ولا كده يسمح له. ودي ان شاء الله باذن الله هنعملها باذن الله في المختبر لما نيجي. استاذ طب الطرد المركزي استاذ ايش استخدامه؟ الايه؟ الطرد المركزي. الطرد المركزي ممكن نستخدمه في عمليات فصل زي فصل الدم. يفصل لك كرات الدم الحمراء عن البيض عن البلازما عن يفصله لك كده. طرد مركزي. لان الطرد المركزي استاذ كرات الدم البيضاء لونها ابيض من جد ولا بس اسم؟ لا 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 اسم بس اسم. يبقى انا عايز كلمه، عايزك تفهم لي ترشيح طريقه بستخدم فيها حاجز مسامي. الورقه ديت اكيد فيها ثقوب مسامات والا هتسمح ازاي للماء بالنزول؟ يبقى تحفظ الكلام ده. طريقه يستخدم فيها حاجز مسامي لفصل ماده صلبه عن سائله، ادي الترشيح. تمام يا شباب؟ مهم نحفظها. طب افرض ان انا عندي حبر والحبر ده الكروماتوغرافيا. ليه الكروماتوغرافيا؟ برافو عليك، لان الحبر احنا بنشوف شيء واحد صحيح، لكن هو مكون من 4-5 الوان. طب لو عايز افصلهم حاجه اسمها كروماتوغرافي. كروماتوغرافي. ايوه هجيبها لك. كروماتوغرافيا. ايوه هجيبها لك اهي. اهي مكتوبه قدامك. كروماتوغرافيا. ايوه. هتجي الاختبار ولا كيف لسه؟ لو قلت لك هتجي مكتوبه ما تقلقش. كروماتوغرافيا. هقول لك على حاجه عشان تبقى قريبه ليك وتفهمها. طبعا هي كلمه انجليزي. كلمه كروما يعني لون. كروما يعني لون. فكروماتوغرافي يعني فصل الالوان. طبعا له اسماء يعني زي يقول لك التحليل الاستشرابي او الكلام ده. طب ديت ازاي يا شباب؟ انا اشبهها لك بمثال كويس عشان الحصه خلصت. لما تكون عندي 3 شباب، واحد نحيف قوي وواحد وسط وواحد دب كبير، وعندنا سلم وقلنا لهم اطلعوا على السلم، تمام، مين اللي هيطلع اسرع ولا هيطلعوا مع بعض؟ النحيف. النحيف. ايوه كسر السلم. ايوه برافو عليك. اهي هنا الالوان، عندي حاجتين، حاجه ثابته زي السلم بسميها الطور الثابت، وحاجه متحركه زي الشباب بنسميه الطور المتحرك. طب بتعتمد على ايه؟ على جاذبيه الطور المتحرك الى الطور الثابت. فهبص الاقي الالوان مش كلها بتطلع، مش كلها بتنجذب ناحيه الطور الثابت، فتلاقي واحد يطلع بسرعه وواحد يطلع اقل شويه وواحد يطلع اقل خالص، يبقى اتفصلوا عن طريق مين؟ الكروماتوغرافي. الوقت خلص.
يبقى انا اربطها لك بكلمه. ايوه خلاص خلص خلاص. طيب ماشي، اربطها لك بكلمه واحده، كروماتوجرافي فصل الوان. تمام يا شباب؟ تمام. نشوف وشكم بكره على خير، الله يكرمك. سلام عليكم. شكرا، الله يعطيك العافيه. سلام، قصرت والله. سلام، يعطيك العافيه استاذ. الله يعزك. الناس اللي عيال استاذ ان شاء الله. نعم يا باشا، والله ما قصرت معانا ان شاء الله. يسعدك استاذ يا رب. احسن استاذ والله، ابشروا بالخير. الله اي والله، والله استاذ احسن استاذ والله، والله احسن استاذ والله، والله استاذ والله العظيم، بدون مبالغه يا استاذ انك احسن. لا ولا خلاص، انت احسن طالب يا احمد علاء. بس يا لا، احسن طالب الصراحه. بس يا جميل، يلا العافيه استاذ.